أهلا بكم. أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قائمة بأسماء مرشحي الحزب في عدد من الدوائر على المستوى الوطني، ولوحظ خلو هذه القائمة من عدد من الأسماء البارزة في الحزب وتكرار أو استمرار ترشيح أخرى. ومن بين الأسماء التي لم ترد في القائمة البرلمانية المثيرة للجدل عن دائرة الحي الحسني بالدار البيضاء وعضوة المجلس الوطني للحزب أمينة ماء العينين، وتعتبر ماء العينين إحدى الوجوه النسائية البارزة لحزب العدالة والتنمية، ومعروفة بمواقفها المساندة لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران ورفضها لطريقة تدبير سعد الدين العثماني لعملية تشكيل الحكومة الحالية، كما عرفت بعدد من المواقف منذ إعفاء بن كيران من مهام تشكيل الحكومة، فيما زاد تسريب صورها الشخصية وهي بدون حجاب أثناء سفرها إلى فرنسا من شهرتها. ويرى البعض أن سقوط اسم ماء العينين عن اللائحة مرده إلى الزوبعة والجدل الكبير الذي رافق تسريب صورها الجريئة في باريس وتدخل الدراع الدعوي للحزب حركة التوحيد والإصلاح لوضع فيتو ضد ترشيحها، وبين من يرى أن غياب اسمها عن لائحة المرشحين هو نتيجة طبيعية مرتبطة بالمساطر والقوانين الجاري بها العمل داخل الحزب. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.